ولكن سيد مروان يعني الحراك العسكري سيد مروان في هذه النقطة بالذات عندما يتحدث المندوب الأمريكي أو الروسي عن اللا حل العسكري في ليبيا وفي ذات الوقت نشاهد اقتتال وحرب في مناطق مختلفة، يعني ألا يعني هذا أن المجتمع الدولي لا يتدخل في ليبيا بشكل مباشر، ليس له السلطة أو سيطرة على أطراف النزاع في ليبيا، إنما هي أطراف قرارها ليبي صرف؟ سيدي الكريم، هذه اللهجة هي لهجة دبلوماسية أكثر منها لهجة واقعية، يعني هم عندما يتحدثون أن الحل حل سياسي وليس حل عسكري، هذا الأمر يتكرر مع كل الأزمات في العالم. كمنظمة رفعت أهداف حفظ الأمن والسلام في العالم لا تستطيع أن تعلن بأنها تقف أو تؤيد أو تدعم حل عسكري في أي مشكلة تحدث في العالم، ولكن هم يعلنون بشكل دبلوماسي بأن الحل الذي يريدونه هو حل سياسي، ولكن في المقابل إذا خرج الحل السياسي عن الإطار الذي يضعونه له فإنهم ستجدهم إما أن يغضون الطرف على عمليات عسكرية كبيرة تحسم هذا الصراع أو يدعمون هذه العمليات أيضا. إذا ما دام الحل السياسي هو في الإطار الذي يضعونه، وهنا في ليبيا بالتأكيد الإطار الذي يضعه المجتمع الدولي أو عصابة الخمسة الكبار هو الاتفاق السياسي، ويتحكمون في مسار هذا الاتفاق واتجاهات هذا الاتفاق عبر أدوات محلية وخارجية، هذه الأدوات تتغير من حين إلى آخر حسب المهام الموكلة إليها، ونحن شاهدنا في هذه الحاطة كيف تكلم غسان سلامة بشكل واضح وهاجم البرلمان وهاجم حفتر، لأن هؤلاء مجرد أدوات لها مهام معينة، عندما تنتهي هذه المهام سوف يتم صفهم على الرف، وكذلك مجلس الرئاسي وكذلك مجلس الدولة لكل مهامه. أنت عندما دخلت في هذا الإطار أو هذا الاتفاق الذي وضع هذا الإطار سوف تكون أداة في يده لتنفيذ أجندته وتنفيذ مشروعه. الآن الكثير من خاصة مؤيدي البرلمان وحفتر يقولون بأن غسان سلامة في إحاطته كان منحازا للمجلس الرئاسي وكان منحازا للمجلس الأعلى للدولة، ولكن في الحقيقة هم ينحازون للأداة التي يريدونها أن تستمر ويقصون الأداء التي انتهت مهمتها أو ربما تكون قد حادت عن المهمة التي وضعت لها. نعم.